إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين وراقبوه في السر والعلن واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عباد الله، إن الذين يفعلون الخير في رمضان ثم إذا انقضى عادوا إلى سيرتهم الأولى من الفسوق والعصيان، إنما هم كمن يجهد نفسه بالغزل طول النهار ثم في آخره ينقضه. إنما هم يعبدون رمضان لا رب رمضان، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان شهر يولي وينقضي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، استقم على الجادة، استقم على دام، استقم ما دام الدم يجري في عروقك، استقم في رمضان، واستقم في شوال وشعبان، استقم على شرع الله حتى تلقى ربك، حتى تلقى ربك وهو عنك راض. قال حسن البصري رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلم، إن من ذاق لذة الطاعة على الحقيقة لا يسأم العبادة ولا يملها. اسمع قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة هي لذة المناجاة، هي لذة المناجاة لله، وقوة الاتصال بالله، والثقة بالله، والاعتماد عليه، والأنس بطاعة الله، والراحة بالقيام بما أوجب الله. إن الحياة الطيبة لا يحققها مال تكسبه، ولا جاه تناله، ولا بنون، ولا عمر مديد، وإنما يحققها الارتباط بالله جل وعلا. عباد الله، إن مدرسة رمضان الذي عشناه 30 يوما، صمنا نهاره وأحيينا ليله، ومارسنا فيه العديد من العبادات، وانتهينا عن معاص ربما أن البعض كان يقع فيها، إن هذا الموسم كفيل بأن يبقي أثراً كبيراً على صاحبه، فيجعله أكثر قرباً لربه، وأعظم شوقاً لجنته، وأبعد ما يكون عن سخط ربه.
لا يشترط أيها الإخوة أن نكون بعد رمضان كما كنا في رمضان، فنحن نعلم أن ذلك موسم عظيم لا يأتي بعده مثله إلا رمضان الذي بعده، لا يأتي شهر فيه خيرات ومغفرة ورحمة وعتق كما في هذا الشهر الذي انصرم. فنحن لا نقول كونوا كما كنتم في رمضان من الاجتهاد، فالنفس لا تطيق ذلك، لكن لا للانقطاع عن الأعمال، لكن بالمحافظة على الفرائض وهجران النواهي والإصابة من النوافل بحظ وافر هو أدنى ما يحرص عليه المسلم بعد رمضان. عباد الله، لنعود أنفسنا على ما يقربنا إلى ربنا ولنصبر على ذلك. أخي الكريم، عود نفسك صيام الأيام التي ورد عن الشارع الحكيم فضلها، كصيام الست من شوال، وصيام أيام البيض، أو صيام الاثنين والخميس. اصبر على هذه العبادة واجعلها أمراً لازماً لك وعادة طيبة تكسب أجرها حتى ولو لم تعملها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً، رواه البخاري. اجعل لك مقداراً محدداً من القرآن الكريم تقرأه في كل يوم، بحيث تختم القرآن على الأقل في الشهرين مرة، ومثلها صلاة الليل. اجعل لك ورداً يومياً من هذه العبادة ولو ركعة واحدة، وهكذا سائر العبادات التي ترفع قدرك عند الله تعالى وتعلي منزلتك عنده وتجعلك دائم الصلة وقريب العهد به سبحانه. عباد الله، ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم أيضا أن الناس في أمر الصيام يحاولون قدر استطاعتهم تجويده وتحسينه حتى يكون صومهم مقبولا وعملهم صالحا. لهذا تجد الكم الهائل من الأسئلة التي تنهال على العلماء والمفتين لأجل طلب الفتوى في دقائق الصوم ومسائله. لذا يقل جدا أن نجد من يأكل أو يشرب بعد آذان الفجر بوقت، أو أن يتعمد إدخال الماء إلى فيه أثناء النهار، أو من يبكر للإفطار بشكل لافت. أقول هذا الحرص الطيب والعمل الجيد لماذا لا يستمر بعد رمضان؟ وذلك بالبعد عما حرم الله تعالى، قلت تلك المعصية أو كبرت. فإن فعلنا ذلك واستمر السير على هذا الخير، فإن العاقبة الحسنة والفضل الجزيل من المنعم الكبير عظيمة، خصوصا في ظل كثرة المغريات وتعدد الملهيات في هذا العصر الذي لم يمر في تاريخ الإسلام مثله، حيث المعصية تلاحق والشهوة تدعوك حتى في بيت الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد غرس رمضان في نفوسنا خيراً عظيماً، سقل القلوب، أيقظ الضمائر، طهر النفوس. ومن استفاد من رمضان فإن حاله بعد رمضان خير له من حاله قبله. ومن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامات بطلان العمل ورده العودة إلى المعاصي بعد الطاعات. فاجعل من نسمات رمضان المشرقة مفتاح خير سائر العام ومنهج حياة في كل الأحوال. فاتقوا الله عباد الله، عرفتم فالزموا، وبدأتم فاستمروا، ووفقتم فلا تنكسوا، ذقتم حلاوة الإيمان وعرفتم طعمه، صمتم وقمتم وصليتم ورتلتم القرآن ترتيلا، فالزموا هذا الطريق المنير واستمروا على هذا الصراط المستقيم حتى تلقوا ربكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا ممن قبل عملهم في رمضان. اللهم تقبل ما حصل من العمل واغفر لنا الخطأ والتقصير والزلل. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على نعم لا تحصى وآلاء لا تتناهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأصحاب الشجرة وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنبنا وترحم بها ميتنا وتشفي بها مريضنا وتقضي بها ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.